يوم الصبح اخد الجرام من ايدي. ليه النهارده الرجيم من تحت الباب؟ محبتش اقلق منام. حضرتك كنت راجع من الليل متاخر قوي، واكيد كنت تعبان. بالعكس، انا كنت راجع مبسوط قوي، وكان نفسي اشوفك امبارح. أكيد بتشتغل في الفلوس المزورة. لا، ما أقدرش أدي الحاج إبراهيم فلوس مزورة. وأنت هتديها لبابا ليه؟ عشان نستلفها منه، عشان نبقى خالصين، عشان أقول له إن أنا ما أقدرش أتجوزك لأني ما بحبكيش. أخيرا قلتها. أمال إزاي كنت تاخد منها مبلغ زي ده لو ما ضحكتش عليها وأقنعتها بالكلام اللي قلته؟ ضحكت على مين وأقنعت مين؟ ثريا. دي فلوس ثريا؟ لا، فلوس بابا، ثروته اللي خدتها منه ثريا بعد ما اتجوزته وخربت البيت، بعد ما تسببت في موت امي واختي. قصدك تقول ان ثريا كانت مرات ابويا، لكن بعد ما طردته من البيت واختفى، وبعد اخت سميره ما ماتت، حلفت لانتقم منها وارجع ثروه ابويا. دلوقتي بعد ما الثروة رجعت، لازم أدور على صاحبها، لازم ألاقي بابا وأفتح له محله من أول وجديد وأرجع له كرامته واعتباره. حبيبي يا شريف، كل ده كان جواك وأنا ظلمتك. واتهمتيني إني بحبها وهسيبك. هو عم صبر قالك؟ مين عم صبر؟ ده السايس بتاع الجراج. ده كلام يا ليلى؟ تحكي خصوصياتنا لسايس جراج؟ ما هو من غلبي يا شريف، ما انا ما كنتش لاقي حد اشتكيله، وما كنتش قادره اقول لبابا. لازم الاقيه، هنشوف صورته في الجرايد، هدور عليه في كل حته. انت شريف صابر الجندي؟ ايوه. انت متهم بقتل ثريا جمال الدين. قتلتها ليه؟ أنا ما قتلتهاش. وهي دي الفلوس اللي سرقتها منها بعد ما قتلتها؟ ما قتلتهاش، صدقوني ما قتلتهاش. مستحيل أكتب عليك أنت يا ليلى بالذات. أمال مين قتلها يا شريف؟ معرفش. طب وضع إيه؟ لا، شريف ما قتلش، مش ممكن يا بابا. خدوه. بابا. أنا عرفت مين اللي قتلها. سالم. هو ده سالم اللي قتل ثريا. يا أستاذ سالم، مجرم قتلها كما قتل أخت سميرة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم شريف صابر الجندي بالإعدام. أنا يا سيادة الراجل بتفكر ما تحكمش. عم صابر، إيه الدوشة دي يا راجل أنت؟ شريف بريء، شريف ما قتلهاش، طلعوه من القفص ودخلوني أنا. جميل. أنا صابر الجندي أبو شريف. أنا أبو المظلوم اللي واقف في القفص ده. ثريا ضيعتني وخربت بيتي، وكانت السبب في موت مراتي وضيع بنتي، لما لقيت حد ضيع مستقبل ابني قتلته. لا، انا هحكي لكم ازاي قتلتها بالتفصيل.
يا عم صابر. بزادت كمان دلوقتي بتصرف عليه، بتديله فلوس بالهبل. أنا عاوز أروح أقابل الست دي بعد إذنك طبعا. صحيح أنا راجل على قد حالي، لكن يمكن ربنا يطرح فيها البركة. هي اسمها إيه وعنوانها فين؟ هي اسمها سوريا، ده كل اللي أعرفه على اسمها. ساكنة في المهندسين، شارع شهاب؟ مظبوط. أنت تعرفها؟ أيوه أنا كنت بشتغل عندها، قصدي كنت بشتغل سايس في الجراج بتاع مرضها. الست شرانية، لازم شريف يبعد عنها خالص. يا ريت انت اللي تقول له يا عم صابر. ابني العالم كلها فداك يا حبيبي، ولا نفسي تتجوز واحدة ما بتحبهاش. مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجة، تروح تودي الشنطة دي لابوها وترجع تقولي اللي نفسك فيه. قدامنا العمر بحاله. سلام. كويس. ما تتأخرش عليا يا رفعت. Thank you.